حاول الكثير هنا في وقت مبكر أن يحصلوا على ما تحتاجه أسره من متطلبات المعيشة ومتعلقات رمضان بهدف استباق موجة الغلاء التي تحصل كل عام مع حلول الشهر، لكنهم هنا يتفاجؤون بارتفاع أسعار معظم المواد الغذائية والمنتجات المحلية ضعف ما كانت عليه الأسبوع الماضي. هذا العام يعني منخفض كثيرا عن الأعوام السابقة نتيجة للظروف الاقتصادية والظروف السياسية، يعني انخفض دخل المواطنين بشكل عام، الإقبال الشرائي ضعيف يعني نسبيا على الأعوام السابقة، يعني إقبال الناس ضعيف، يعني ضعيف جدا نقدر نقول، بسبب يعني انه دخل الناس منخفض والأسعار في ازدياد مستمر، دور الحكومة غائب، يعني نقدر نقول دور الحكومة غائب جزئيا. وتتعثر آمال المواطنين في محافظة المهرة ويصابون بالخيبة مع الارتفاع المستمر لأسعار المواد الغذائية التي تتسبب لهم بمعاناة مضاعفة وعجز كبير في مواجهة موجة الغلاء الكبيرة مع اقتراب شهر رمضان. الأسعار غالية جدا، وكنا نشتري التمر بألف ريال، والآن أصبح الكيس التمر بثلاثة ألف ريال. يعني مفروض أنهم يساعدوا في الشهر الكريم الناس والتجار، يخفضوا على المواطنين اللي هم عايشين في المهرة ولا في جميع أنحاء اليمن، المفروض أنهم يخفضوا الأسعار الغذائية على سبيل إيش يتمكن الإنسان اليمني البسيط يقدر يشتري أسعار رمضان، الأسعار حق رمضان الوجبات الغذائية الرسمية. ويشكو المواطنون من الارتفاع الكبير في أسعار المواد المنزلية والغذائية في ظل غياب الرقابة وتقاعس الجهات المعنية عن القيام بدورها، مما جعل المواطن بين سندان جشع التجار والمستوردين ومطرقة الحكومة التي لم تتخذ أي معالجات اقتصادية ناجحة لتحسين دخل المواطن. موجة غلاء كبيرة طرأت على أسواق المحافظة في المواد والسلع من المنتجات المحلية والمتطلبات المنزلية اليومية خلال هذه الأيام، حيث يشكو المواطنون من الارتفاع الكبير في أسعارها بنسبة تصل إلى 30% وأكثر وفقا للمواطنين وملاك المحال التجارية.